ويقولون وبئس ما يقولون إن دعوتكم تفرق الناس ونحن نقول صدقتم إن دعوتنا دعوة حق فهي تفرق بين الحق والباطل وهي تفرق فعلا بين المحق والمبطل ولذلك فلا غرابة أن يكون من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يعرفها هؤلاء الدعاة الإسلاميين زعموا أنهم دعاة إسلاميون يجهلون حتى هذه الساعة أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المفرق إن هؤلاء الناس إذا سمعوا كلمة مفرق ومن أسماء الرسول طاشت أذانهم وعلت أصواتهم ذلك لأنهم لا يفهمون الإسلام ما جاءت الأنبياء والرسل ولا أنزلت عليهم الكتب إلا لهذا التفريق بين الحق وبين الباطل وليكون المسلمون مع الحق ضد الباطل فهم مفرقون ولا شك